بون انا بروفيتي بيك هكا معنا نديرو معاك كويز السيد المسؤول. واش هو اخر كتاب قريته؟ حقيقة انا نقرا كتابات بزاف، واخر كتاب قريته هو قصة السنجاب والطحلب، اللي هي قصة هايلة بزاف، تحكي على طحلب مسكين كان محقور من طرف واحد السنجاب، وهذاك الطحلب كبر يعني بفضل المشروع السداسي الخماسي التكهني. صح. كل شيء. سؤال آخر في الكويز، واش الأغنية المفضلة عندك؟ أنا نحب الأغاني الوطنية، وخاصة أغنية تشينغ تشونغ تشينغ تاع الجيرينو، وكذلك أغنية اللي يعني أغنية شبابي اللي هي حبيت أنا نكبر معاك، خلقني يا رب العالمين فيك، خلقني يا رب العالمين. سمحولي سمحولي نسيت نفسي. تغنيتها صح. وشنو هي؟ حبسوا التسارة وزير منتدب تشطحوا معاه، هذا يتعارض مع المشروع الجمعوي التقشفي البالوعي. معليش، واش هو الفيلم المفضل عندك؟ ها؟ الفيلم المفضل؟ أنا نحب الأفلام الأمريكية والهندية اللي فيهم يا هكذا. الفيلم المفضل هو فيلم أغنية الأمل لعبد الرحمن جلتي شتوكي، هذيك زعما راهي هكذا ويروح عندها أمال أنا عبد الرحيم. وهي في قلبها تقول يا إما شكون هذا؟ اوكي صح. السؤال الأخير، واش لا ما ننسى يعني لاسين كولت دو فيلم وين حميد عاشور يولي شرير في الغاب. إيه لاسين تاع الفوتينغ. نعم صح. واش رايك في الشباب الجزائري اليوم؟ اخر سؤال. يعني شباب رائع جميل خجول متربي متربس متهلوس متهلهل متمريل متقدم متاخر هايل. هذا المكان يعطيك الصحه. شكرا شكرا. ما تنساش تزورنا طلع المستوى.